يا صباح الخير والعافيه على كل من يتابعنا بصباح دجله. اليوم مكملين جولتنا اللي بدينا بها اصلا يوم امس وكانت من مصيف اشاوه، لكن اكيد هو مصيف كبير، لذلك بعد لايف يوم امس حبينا انه اليوم نكمل اجواء هذا المصيف، لذلك راح ناخذكم بجوله داخل المصيف حتى نتعرف اكثر على الاقسام الموجوده داخله، وبنفس الوقت نتعرف على قصص كثيرة للناس الموجودين وكيف انهم يستمتعون بهاي الاماكن، واكيد منين جايين، لذلك من محافظات العراق سواء الجنوبية او الوسطى، لذلك خليكم وياي. درجات الحرارة بردة ماكو، حارة جهنم الحمر، بحيث انا وناي متي افز عرقان ماكو، الدنيا مشتعلة هنا، انا وين ونسى ومصايف ورقص وشقي، ماكو مدى حساب، هسه بالي مرتاح وصافي فوق. عمي الله بالخير، المجاين صوفوا شويه، صوفوا صوفوا، تجون هنا تتوانسون من يمي، والله ونسى فول، مدى حس يا بغداد يا شغل يا راحه يا عائله، تتونس فول. فيك صافي؟ والله صافي، نرد اضرب جزاء. ايوه فوكس دعام ومصايف ومي، والله احنا عدنا. ليش ما نقول صافي اللي انا عبيت مي ما عدنا. زين زين، ليش ما نقول صافي اللي انا عاشق؟ لا والله عاشق هي وحده وماتت عمت عيني، سوينا لها فاتحه ثلاث ايام. يعني ماتت ماتت انتهت. تقلي شلون جيت تهوب؟ شلون جيت تهوب؟ اكيد بالسياره. عمي اربع اخوان سوينا سلفه. ايه. على 100. ايه. 400. 400. خوش؟ ايه. ووصلنا لدهوك. ايه. وخلصت الفلوس. ايه. فنريد نروح لاربيل. ايه. سوينا ما نريد نسوي سلفه، بس ويا لدهوك يعني على المطاعم. ايه. ما رضوا. فعلينا احنا باقيين هنا بالشلال محصورين احنا والشباب والطيبه وهاي. هذا كل سفره ما هو ويانا يعني السفره مو حلو. هو دائما بكل سفره لازم يكون اكو واحد شابي ودائما ما يدفع. لا هذا ضيم. واحد على بجيبه مو حقره، والله اكبر. يعني ولا ما ابد ابد كلش بالكم. القمر هذا ابو الشركه مالتنا لابس قميص ب 160 مربع، كان سكت ما بس باي. يعني انا من ناشد على القمصان، على القمصان منين تجيبوه؟ من مجمع الكوثر؟ لا هذا قميصك حلو، قالك ابو مربعات، كان شكلك ملبس مايه. والله صار لي يومين احنا تونسنا، توك حلوه بعوائله طيبه، ناس طيبين. يوم الاجواء بالمصيف حلوه جدا وممتعه، والاجواء يعني كلش حلوه، واجواء ك منظر كشيء كلش حلو جدا، واتمنى يعني اتمنى عوائلنا قرائبنا يجون يزورون هذا المكان. شباب اكو طلعت الشباب، يعني انت يوم رايح بيها ما تلتزم بعائله، ما تتقيد، تظل بطلعتك متونس مرتاح، تروح بكيفك تجي، مو مثل وياك عائله واطفال. فمن وياك عائله واطفال لازم تلتزم بيهم، تونسهم اكثر من ما تونس روحك. طبعا احنا كنا قاعدين بالاسكان انا والولد، على غفله اجت ببالهم سفره، قاعدين بالاسكان اول خمس دقائق للمصيف، خبرت القوب بنفس ما طولنا نص ساعه، جهزنا طلعنا القوب هسه وصلنا. يعني ما طولت تقريبا التجهيزات نص ساعه ربع ساعه. والله جو جيده، جميله حيل جميله، وسيمانيه كذلك. المصيف هنا الاجواء كلش حلوه، العوائل هنا متونسه، الناس يعني ناس راقين، هنا اكو بحيره كلش حلوه. هم نزلنا بيه، هم اكو قوارب ما قوارب، يعني هنا القعده كلش حلوه، غدا ما غدا، راجيل قعده يعني كلش تونس. والله بصراحه هنا كونه مصيف اكو ماي شويه درجه حراره مناسبه يعني معتدله، لكن باربيل يعني انا اشوفها اكثر احلى، يعني باربيل حيل حاره.